السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشارك معكم أسهل وأسرع وأبن موس شوكولا راح تحضروها. اللي ميحبوش الزنخة تاع البيض هاد اللي تجي في موس شوكولا راح نوريلكم واحد الخطوة تديروا هذا البيض، ما راحش تحسوا بلي كامل كاين في الوصفة. هذه هي النتيجة اللي تحصلت عليها بعد ما بردتها مليح مليح. إن شاء الله تجربوها بهذه الطريقة لأنه مختلفة نوعا ما، وأكيد راح تنجحوا فيها 100%. راح نصلوا كامل على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، نقولوا بسم الله وعلى بركة الله، وندخلوا مباشرة في مقادير الوصفة. وهذاك اللايك ما كله نوصيكم عليه تهلا وخلاص. هنا عندي حوالي 100 مليلتر من الحليب. إذا استخدمتوا هذا الكاس تاع 220 مليلتر حاولوا توصلوا لهذاك الديسة اللي راه الفوق. فرغتوا في كسرونة، ومن المستحسن استخدموا الكسرونة اللي صغيرة عندكم كامل. من بعد نقول لكم علاش. وراح نفقص فيه حبة تاع بيض دوك مباشرة فوق النار بعد ما نخلط مليح مليح هذيك الحبة تاع البيض مع هذيك شوية تاع الحليب حتى يتجانسوا 100%. هاي اللي كنا حاولوا ديروا نار هادئة، لأنه لو كان يعني ما تحركوش تحريك مستمر ولو كان تكون النار تاعكم عالية يعني هذيك البيضة راح تطيب وتجمد لكم. لازم تتحصلوا على كريمة. كي شغل عندنا كريمة سائلة وهنا رانا نسخنوا فيها فقط، نقدروا نقولوا هذه خطوة اقتصادية هكذا باش نعوضوا هذيك الكريمة السائلة إذا ما كانتش عندكم. كمية الشوكولا اللي كاينة في هاد الوصفة 200 غرام. استخدموا أي شوكولا نوار تكون عندكم، يعني نسبة الكاكاو فيها تكون عالية. أنا استخدمت أمباسادور نوار، مشي إعلان ولا، لكن أنا أمباسادور نوار ملي نعرفها جامي ما بدلوها وجامي ما غيروها، توجور البنة حاضرة. كاين بزاف يعني منتجات لما يشوفوهم بلي مشاو في السوق ولو كامل الناس يشروهم وش يولو نقصوا من الجودة تاعهم، ويا إما يخلوا نفس الثمن يا إما تصيبوهم يعني زادوا في السوم ديالهم. للأسف يعني نتمنوا هاد الأشياء ما نشوفوهمش في بلادنا، لكن يعني الحقيقة تقال واحد ما يقدرش يغطي الشمس بالغربال. المهم نرجع للوصفة ديالنا. هاديك الشوكولا نوار استخدموا أي نوعية، يعني النوعية اللي تحبوها، ديروا 200 غرام وفرغوا فوقها هاديك الكريمة اللي درناها بشوية حليب وحبيبة تاع بيض. نحطوا الغطاء ونخلوها تروبوزي واحد زوج ثلاث دقايق، وين يعني تسخن هاديك الشوكولا نروحو نحركوها نصيبوها يعني دابت بالخف. يعني لما تفرغوا هذيك الكريمة حاولوا تخلوها تروبوزي شوية هكذا باش تبداو تخلطوها، وإلا يعني هذيك الشوكولا ما راحش تخلط لكم مليح مليح. هنا راح نفتح قوس، إذا ما دابت لكمش مليح مليح هذيك الشوكولا تقدروا ديروها في الميكروويف ولا ديروها على حمام مائي مع التحريك المستمر. وكذلك هذيك الكريمة إذا حسيتوا بلي هذيك الحبة تاع البيض كي شغل بدات تطيب لكم وبداو يبقى لكم هكذا كتل في هذاك الحليب، مباشرة تروحوا تصفيوا هذاك الخليط، وإلا تعاودوا هذيك الخطوة كامل من الأول. هنا راح نحطوا هذيك الكريمة جانبا هكذا باش تاخذ درجة حرارة الغرفة، ونجيبوا كاس تاع بودرة الشونتيي مع كاس من الحليب البارد. حاولوا مقبل ديروهم في المجمد في الزوج وخلوهم يبردوا مليح مليح. ولما تطلعوا الكريمة تاعكم ما تطلعوهاش 100%، يعني ما تطلعوهاش كي شغل راكم راح تغلفوا بها كيكة تاع عيد الميلاد مثلا. هنايا نطلعوها بالقوام اللي راكم تشوفوا فيه، يعني نطلعوها شوية فقط ونخلوها كي شغل سائلة نوعا ما بهذا القوام تماما اللي راكم تشوفوا فيه. دوكا نروحو نجيبو الشوكولا تاعنا، يعني هنا راهي بردت شويه، ما لازمش مثلا هذه الكريمه تاع الشوكولا تكون سخونه وتفرغوها فوق الكريمه تاع الشونتي، والا راح تهبط لكم كامل. هنا شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه بالنسبه لهذه الكريمه تاع الشوكولا اللي درناها بهذاك الحليب والحبيبه تاع البيض. تقدروا تغلفوا بها اي كيكه تكونوا وجدتوها ولا راح تمد لكم نتيجه بزاف هايله. هاي ليك شوفوا هنا تقريبا درتها على زوج مراحل، راح تحكموا سباتشيل تاعكم وتبداو كي شغل راكو تخدموا في الجينواز، يعني نجيبو من تحت كامل ونقلبو. هنا فقط راني مسرع الفيديو هدا باش ما يجيش طويل، يعني ما راحش تزربوا لهذه الدرجه والا هذيك الكريمه راح تهبط لكم. هاي ليك لما تشوفوها تخلطت كامل يعني امتزجوا كامل المكونات راح تبداو ديروا في ليفيغين تاعكم. ولا انا عندي هاد الاداه الصراحه تسهل لي الخدمه وتمد لي نتيجه نقيه وبزاف هايله. هاي ليك هنا انا استخدمت هاد ليفيغين يعني جو شويه عاليين، وكذلك استخدمت واحد ليفيغين صغار. نتوما المهم واش عندكم ديروا فيه الصح كامل في موس الشوكولا هذه باش تنجح لكم، وراه ساهله 100%. فيها هذيك الخطوه فقط الاولى لما تخلطوا هذيك الحبيبه تاع البيض مع الحليب، حاولوا ديروا تخليط مستمر ونار هادئه، واكيد الباقي كامل سهل وديروها في وقفه يعني ما تشد لكمش حتى 5 دقائق. هاي ليك شوفوا القوام تاعها يكون سائل هكذا لما نديروها في ليفيغين تجينا سهله. شوفوا هكذا نخبطها غير شويه راح يولي السطح تاعها كامل املس من الفوق. هاي ليك
اللي وصلت معايا لهذا المقطع من الفيديو مازال ما تغطيش على هذاك اللايك، فلايك للفيديو فضلا وليس امرا. كاين كذلك واحده مشتركه وفيه للقناه بعث لي تعليق قالت لي ذكريني في الفيديو القادم. انا نقول لك بكل فرح وسرور نزلتي سهلا وحللتي، اهلا انتيا وكامل المتتبعات الوفيات تاع القناه. المشتركات الجدد كذلك نرحب بكم ونقول لكم بلي اي طلبات اي وصفات تحبوهم تحبوا يعني تعليق هكذا ولا نجوزكم في الفيديوهات، يعني ما كان حتى مشكل. طلباتكم اوامر كيما يقولوا. تقريبا اهم خطوتين باش تنجحوا في هاد لاموس 100%، حاولوا تخلطوا مليح مليح هذيك البيضه تاعكم في الاول كامل مع هذيك شويه تاع الحليب، ولما تطلعوا هذيك الكريمه تاع الشونتيي ما تطلعوهاش 100%، حاولوا تخلوها خفيفه هكذا. لما تزيدوا لهذيك الكميه تاع الشوكولا وتشدروها راح تولي في القوام المناسب. هذه هي النتيجه النهائيه، وكأي تحليه خلوها تبرد مليح مليح ومن بعد قدموها. اذا حبيتوا تجربوا وحده فقط يعني احكموا كويس ولا وديروا في المجمد يتجمد مليح مليح، ذوقوها ورجعوا لي بالاخبار. وصلنا لنهايه الفيديو، وفي الاخير ما عليا الا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.